إذن مرحبا بكم متتبعينا من خلال هذا المباشر يعني من مدينة مراكش. تتواجدوا يعني مع يعني السي وصال اللي هو مواطن يعني اللي مستقر في المغرب مدينة مراكش يعني مستثمر مع الزوجة ديالو هي إسبانيا اللي تلقاو يعني منذ يومين خبر ديال الوفاة ديال الجدة ديال الزوجة ديالو. وانتم ما تعرفوا يعني الحسره وهذيك يعني وهذاك يعني وذاك الاسف ان باش واحد من العائله ديالك يكون توفى وما تحضرش ليه، يعني دار واحد مجموعه ديال الاجراءات باش انه يحاولوا يعني السفر باش الزوجه ديالو تحضر يعني الوفاه ديال الجده ديالها. لكن للاسف تنعرفوا بانه المملكه المغربيه يعني غلقه يعني لي فول يعني غرق الرحلات الجويه عبر المطار، وهما اليوم يعني من خلال قناه شوف تي في يعني بيحاولوا يوصلوا رساله يعني مسؤولين باش انهم الحالات الاستثنائيه اللي تتعرفها بلادنا يعني بحال حاله وفاه او حاله ديال المرض انه يكون لها واحد التدابير يعني اجراءات اخرى باش يقدروا يعني يساعدوا هاد الناس في هاد الظرفيات اللي تيكونوا صعبه. معنا السي وصال اللي هو مغربي بطبيعه الحال، هو مربي على برا ولكن مغربي يعني تيدوز بالدارجه. مرحبا بك معنا السي وصال، يعني كيفاش تلقيتوا الخبر ديال الوفاه ديال الجده ديال الزوجه ديالك؟ شكرا بوغ لو لايف. كنت هو كانت بوندون واحد ثلاثه اسابيع ولا تقريبا اربعه اسابيع وهي بين لوبيتال بين الموت والحياه والحياه والموت، ولكن هذه واحد يومين توصلنا بالخبر عيطوا لينا كوم كوا بان بوغ لو كوفيد 19. كما كتعرفوا لي فرونتيير مسدودين، اون كومبخون تري تري بيان، سي نورمال، الدول كلهم سادين لي فرونتيير، دونك ممكنش تمشي وتشوف تحضر لونتيرمون. مي البارح كان لونتيرمون تاعها ودوزوا لينا في الفيس تايم وفرجنا في لونتيرمون تاعها لايف في الفيس تايم. هذا هو الحاجه الوحيده اللي قدرنا نديرو. يعني شنو هو الشعور ديال الزوجه ديالك ملي تشوف انه العائله ديالها كلها حاضره يعني التأبين ديال يعني الوفاه ديال الجده ديالها وهي هنا بقات هنا في مراكش مع انه كانت الرغبه ديالها انها تحضر معاهم في هذاك التأبين؟ ولا فيغيتي هو بان الظروف ما كتسمحش ليها تمشي، بيان سور سي نورمال. اللي كتحس هو باغا تمشي ولكن ما كتقدرش تمشي، ولكن ما نكذبش عليكم بان حتى الناس اللي كاينين في الاسبان لا فامي تاعها اللي كاينه في الاسبان حتى هما ما قدروش يمشيو. سا فو ديغ كو واخا كون كانت في الاسبان في الاسبان ما كانش غادي تقدر تمشي حيت ما كانش كلشي يقدر يمشي يشوف لونتيرمون تاع لا كوم. نعم، يعني كيفاش كان الشعور ديالها من تلقات الخبر من هذيك الساعه في هذيك الظرفيه؟ تنعرفوا بان ماشي من السهل انه الانسان خصوصا في هذه الظرفيه ديال كوفيد 19، يعني تنعرفوا بان العالم كله في مواجهه ديال هذه الجائحه هذه، يعني كيفاش كان الشعور ديالها في اللحظه فاش تلقي الخبر؟ الشعور هو بيان سور الكا نورمال، بيان سور سي اون كرون مير اللي ولات معها شحال من عام كتعرفها مزيان قريبه ليها، دونك هو الكاتب كاتب كات ومني كتشوف بان هي دوطخ فامي هما اللي واقع لهم لا ميم شوز واخا هنا ولا يكونوا حتى في الاسبان، هادشي ماشي حيت هي اللي كوانسي ايسي، مي ميم الناس اللي كانوا في الاسبان ما قدروا يشوفوا العائله تاعهم وتوفاو بلا ما يشوفوهم وما مشاوش للجنازه تاعهم. نعم، يعني كانت الرغبه ديالها انه كان مفتوحه الحدود ديال السفر انها تمشي تسافر تحضر مع الجده ديالها يعني التأبين ديال الجده ديالها. بيان سور هي وانا تانا من تانا كنت مشيت معها، بيان سور هو كما قلت لكم ظروف قاصحه هادشي اللي كاين ما عندنا كي نديرو ما نقدرو نبدلو والو، مي كوم جو دي اون بريفير يكون هادشي ولا تكون كل واحد يقدر يمشي يشوف اي واحد والقضيه تكبر اكثر من هادشي. يعني سي وصال تنعرفوا بانه دروكا كاين مشكل بين مدينه ومدينه يعني اللي كانت وفات حتى كذلك الوفاه حتى في كوفيد، يعني شي واحد الا توفى في كوفيد بانه ما تحضر معاه حتى شي واحد في عائلته. بالاضافه انه من مدينه لمدينه تنشوف واحد يعني تعليق ديال واحد يعني السيد من انه قال لك من طنجه تطوان، يعني ما كاينش واحد فرق كبير ما خلاهمش ما عطاهمش ترخيص. يعني يعني كيفاش انت في نظرك واش بحال هذا الشيء خصو انه يكون شي تدخل باش يساعدوا الناس في هذه الحالات الاستثنائيه؟ لا فيغيتي كما قلت لك ثاني الا جاو يديروا التدخل كاين بزاف تدخلات، هذا المرضى دار كما شتي راه كاين بزاف الوفيات، الا جاو يعطيو باش كل واحد يقدر يسافر من هنا لهنا ويديروا
ما غاديش نقدروا نتغلبوا على هاد لا سيتواسيون. دونك جو كرو ك هادشي اللي كيديروا دابا واخا هنايا غادي نتمحنا وبكينا وما قدرناش نديروا داكشي اللي بغينا، مي سي بور لو بيان تاع البلاد، سي بور لو بيان بور لينا حنايا، سا فادير سي كو دو بيان بور لو. نعم مدام، سي كوا فوتخ ميساج بور توت لي اوتوريتي ايسي او ماروك؟ ايسي او ماروك وي Oui, j'avoue que toutes les autorités ils sont partout. Alors merci beaucoup pour tout ce qu'ils font, parce que c'est très dangereux pour eux. C'est très dangereux pour eux. C'est très dangereux pour eux. Alors ils ont fait le travail. Je suis très content comment le Maroc a fait tous les confinements et tous les moyens de, pour éviter la propagation du virus. D'accord. Vous êtes triste de la mort de votre grand-mère? Oui, bon, bien sûr. C'était comme ma mère. Elle était très intelligente, c'était une personne très très spéciale pour moi et pour toute la famille. C'est très dur parce que je ne peux pas dire au revoir. Je pense que tous les êtres humains doivent dire au revoir pour la dernière fois. Pour la dernière fois les gens qui aiment. Alors c'était très dur, mais c'est rien à faire. Alors je fais d'autres choses pour communiquer avec elle parce qu'elle était à l'hôpital et bon. Mais ma mère qui était à côté de l'hôpital, elle a pu pas. D'accord. Bah le mot madame. Pour expliquer les gens, met des commentaires que vous êtes français. Elle oublie que vous êtes espagnol. Donc vous expliquez pour les gens de Chou TV que vous êtes origine espagnole. 100%. Soy española, soy española, no soy francesa. Merci beaucoup, madame. Soy más marroquí que francesa. دوكا سي وصال، يعني مع هاد الحسره اللي عايشين انه الوفاه ديال الجده ديالها، وانكم ما قدرتوش تمشيو انكم يعني تحضروا يعني التأبين وتحضروا مع يعني الجده ديالها، يعني بحال هاد الامور يعني تتشوف بانه الجائحه ديال الكوفيد يعني تسببات امور يعني عائليه، يعني ان منعات امور عائليه يعيشوها الناس، يعني في نظرك انت في المنطقه ديالك يعني كيفاش تشوف هذه المسائل؟ الحالات اللي كنعرفو هما حالات بزاف اللي كنعرف انايا والمراه تاعي هما بيكوز هما حالات في الاسبان. كما قلت لك الناس ابار هذا الشيء اللي واقع الكوفيد غادي يوقع لهم مشاكل اخرى، هو الناس اللي ما قدروش يقولوا بالسلامه للناس اللي توفاو، اللي ما قدروش يحضروا الجنازه تاعهم، اللي شحال هادي ما شافوش جداهم ولا باهم ولا مواتهم. الاسبان كما قلت لك انتم كتعرفوا عندها حالات كثيره والقضيه شويه صعيبه عندهم تما في الاسبان. مي كما قلت لك نبداو بعدا بالمشكل تاع الكوفيد ومن بعد نحلوا المشاكل الاخرى اللي غادي تجي من بعد. يعني انت متبع شي شويه الوضعيه ديال الكوفيد في الاسباني، كيفاش تشوف واش ان اسبانيا قدرات تنشوف ان فرنسا قدرت تخرج من الحجر الصحي، بدات ترجع الحياه اليوميه ديالها العاديه؟ لا، الا جينا نكومباريو الاسبان مع لا فرونس، الاسبان هي الاولى اللي كانت خدات الدقه من بعد ليطالي جات الاسبان، ولكن كما كتشوفوا دابا هي لا فرونس هي لانجلتير ديال ديباسي تاع الاسبان، كو سوا في لي نومبر دو الناس اللي تعداو ولا الناس اللي ماتوا. دونك سي بارتو في لوروب كلها، و جو كخوا ماشي غير لوروب، جو كخوا في لو موند كله. الامريكان تاهما عندهم نفس الحالات، عندهم بزاف الحالات الموت وبزاف الحالات تاع الكوفيد 19. نعم، يعني انت تفضل سي وصال انك تعيش في المغرب او انك تمشي ترجع لاسبانيا بصراحه؟ خصكم تعرفوا بان المشكل اللي عندنا هو العائلات كلها اللي عندنا كلهم في الاسبان. دونك حلي قلتي هنايا دابا هنايا قالتي اننا عايشين هنايا، ولكن العائلات تاعنا كلنا في الاسبان. دونك بيان سور تبغي تكون مع العائله في هذا الوقت هذا، ماشي تكون بوحدك، ولكن انا ديال السيتواسيون اللي حنا فيها هنايا في المغرب. دونك اون ريستمون. يعني تظن بان المغرب يقدر يتجاوز هذه المرحله ديال الاصابه ديال فيروس كورونا، يعني قدرت الحياه ترجع للحياه لطبيعتها في المغرب؟ جو كخوا كو العالم كله غادي يرجع للطبيعه تاعو، الا ماشي دابا دون با لون. يعني شنو الرساله ديالك للمغاربه؟
بقاو داركم. بقاو داركم ياك باش تحمي راسك وتحمي بلادك. اذا على العموم كما تشوفوا احنا مع يعني زوجين عايشين في الصبليوم، هي سيده من اسبانيا توفت لها جده ديالها، كانت يعني في الرغبه ديالها انها تمشي تحضر الجنازه ديال الجده ديالها، وتنعرفوا هذه الاجراءات الاحترازيه وانه الحدود مغلقه والمطارات يعني ما كاينينش رحلات بالنسبه لاسبانيا. كانت الامل ديالها من خلال قناه شوف تي في انه توصل دروك هذه الرساله، يعني لربما يعني بعد هذا يعني الحجر الصحي ديال 20 ماي ربما هذه يكون يعني تفتحوا واحد المجموعه ديال المجالات منهم الرحلات عبر يعني المطارات، وانها تمشي باش هي تحضر التأبين ديال الجده ديالها. اذا شكرا لكم متابعينا، هذه حاله من الحالات اللي يعني اللي تتعاني في ظل هذا كوفيد 19 وحاله الطوارئ اللي تتعيش بلادنا. شكرا لكم على المتابعه، تحياتي لكم، رمضان مبارك سعيد لجميع المتتبعين.